sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous avons expliqué la leçon numéro 1, ou la première leçon, dans la séquence numéro 2. C'est une leçon de vocabulaire. Les synonymes, il y préphrase, il y périphrase. يعني المفردات والتشبيه او الكنايه اللي بيريفراز اسمها الكنايه او البدائل المعجميه اللي بيريفراز اسمها البدائل المعجميه اقصد اسمها البدائل المعجميه الكنايه او التشبيه جوبسيرف لو تيكست يعني نلاحظ النص تاعي هو كي اللي ننص لو تيرفاس يعني التيرفاس très connu et recherché par la population du sud algérien. يعني le terfas terfas هذا جد معروف تشهر في le sud algérien. يعني تشهر في الجنوب الجزائري. Le terfas est le nom véritable de la truffe du Sahara. يعني الترفاس هو الاسم الحقيقي لفطر الصحراء. الترفاس ثاني اسمه فطر الصحراء لكن الاسم الحقيقي ليه هو الترفاس. Mais pourquoi est-il aussi populaire? يعني لماذا هو ايضا populaire? يعني معروف. On l'apprécie pour son goût délicieux. يعني هو معروف لذوقه délicieux يعني شهي. Et sa valeur nutritive et culinaire. يعني وقيمته الغذائية. Ce champignon entre dans la composition de plusieurs plats locaux. يعني هذا الفطر يدخل في تركيبة أطباق محلية عديدة. Agardaya, مثلا Agardaya. Le terfès est associé aux dattes dans une sauce sucrée ou salée qui accompagne le couscous. يعني هو يرتبط بالتمر. هو يرتبط بالتمر وممكن نديره في مرق محلى يعني في السكر محلى أو مالح مع الكسكس. Le couscous هو الكسكس بالعربية. Richesse du désert, يعني الغنى تاع الصحراء. Les secrets du Sahara, يعني أسرار الصحراء. Très connu et recherché par la population du sud algérien, le terfès est le nom véritable de la truffe du Sahara. Mais pourquoi est-il aussi populaire? يعني لماذا هو معروف؟ On l'apprécie pour son goût délicieux et sa valeur nutritive et culinaire. Ce champignon entre dans la composition de plusieurs plats locaux. À Rdaya, le terfès est associé aux dattes dans une sauce sucrée ou salée. Qui accompagne le couscous, richesse du désert, les secrets du Sahara. Les secrets du Sahara. يعني أسرار الصحراء. J'analyse le texte. الآن عطانا مجموعة الأسئلة. Il y a 4 questions, يعني 4 أسئلة. Question numéro 1, يعني السؤال رقم 1. Quel est le légume évoqué dans ce texte? ما هي هذه الخضر أو ما هي الخضرة هذه المذكورة في النص أو التي يتحدث عنها النص نروح نشوفه في النص في النص هنا يا وش استنتجنا لاحظوا بلي هنا يا راهو يتكلم على لو تيرفاس اللي هو الترفاس لو لوغوم ايفوكي دون سو تيكست اي لو تيرفاس يعني الخضرة المذكورة في هذا النص هو الترفاس الآن السؤال الثاني par quelle expression est-il Par quelle expression est-il désigné dans la première phrase du texte? يعني l'expression هي العبارة بأي عبارة عوضنا هنا بأي عبارة وش هي العبارة الأولى اللي جات في النص هي la truffe du Sahara وش سمينا لو تيرفاس سمينا la truffe du Sahara l'expression qui désigne le تيرفاس C'est la truffe du Sahara. نلاحظوا par quelle expression est-il désigné يعني بأي عبارة عوضناه في الجملة الأولى من النص أو في الفقرة الأولى من النص. تمرين رقم 3.
Trouve dans la quatrième phrase le nom qui remplace le nom de ce légume. يعني جد في الجملة الرابعة الكلمة أو الاسم الذي يعوض هذا الذي يعوض الترفاس. نروحو عندنا on l'apprécie pour son goût délicieux et sa valeur nutritive et culinaire. Ce champignon, لحظة في الجملة الرابعة واش عوضنا واش عوضنا عوضنا ب ce champignon اللي هو الفطر هذا الفطر. إذن le nom qui remplace le tirfas, يعني الاسم اللي يعوض التيرفاس هو le champignon, يعني الفطر. سؤال الرابع pourquoi a-t-on remplacé dans le texte le nom de ce légume par une expression puis par un mot? يعني قاعد يقول لي في النص هذا في هذا النص علاه عوضنا التيرفاس الاول عوضناه بفطر الصحراء ومن بعد عوضناه بالفطر علاه pour éviter la répétition يعني لنتفادى éviter يعني نتفادى لكي نتفادى لا ريبيتيسيون يعني التكرار او الاعاده باش نتفاداو التكرار باش ما كلاه نبقاو في النص نقولوا غير لو تيرفاس لو تيرفاس لو تيرفاس لو تيرفاس قلنا خطره سو شامبينيون خطره قلنا لا تخيف دي صحراء خطره عوضناها ايل كل خطره كيفاه. هنايا بوغ الاجابه راح تكون بوغ ايفيتي لا ريبيتيسيون. هنا جاناليز لو تيكست هنا جاوبنا على الاسئله الاربعه هاي كي ليك الاجابه. الان ننتقل الى القاعده او جو روتيان جو روتيان او القاعده هنا راه تهضرنا على لي سبستي ليكسيكو تهضرنا على لي سبستي ليكسيكو يعني البدائل. sont des mots يعني هي كلمات سينونيم يعني مرادفه مرادف كلمة معينة ولا ممكن حتى تكون مرادف تاع دي غروب نومينو دي غروب نومينو كيما لو تيرفاس لو تيرفاس في النص بوش عوضناها عوضناها بلو شامبينيون عوضناها بثاني عوضناها بلا تروف دي صحراء. بروش قريبة تكون عبارة عن مرادفات لي غروب نومينو يعني لي أسماء بروش قريبة للمعنى. Ces substituts, يعني هاد البدائل, sont employés pour éviter la répétition. يعني نستعملوا هاد البدائل باش نتفاداو باش نيفيتيو التكرار. إكزامبل نعطيو مثال لو تيرفاس عطينا له ان سبستيتي ليكسيكو عطيناه له هو لو شامبينيون يعني الفطر نشوفوهم يتشابهوا le tirfas ou un champ le tirfas et le champignon يعني proche par le son يعني قراب في المعنى. Le terfas, ثاني واش سمينا سمينا لا تروف دو صحراء لا تروف دو صحراء يعني فطر الصحراء او ثاني يجي من الصحراء. اكزومبل مثال لو دروماديغ ان انيمال لو دروماديغ يعني الجمل حيوان بروش بار لو سونس يعني قريبه في المعنى. اكزومبل لو دروماديغ يعني الجمل لو فيسو دو صحراء يعني الجمل هنا يعوضها بلو فيسو دي le vaisseau du Sahara يعني لي سبستيتي ليكسيكو يعني هما كلمات او عبارات نقدروا نعطيو بهم مرادف كلمه معينه ماشي نقول انا مرادف طول نقول بروش بار لو سونس يعني قريبه في المعنى بروش بروش بار لو سونس. جو مونترين يعني اتمرن trouve ou retrouve يعني جد لي سبستيتي ليكسيكو يعني البدائل المعجميه لهذه الكلمات. عطانا مجموعه من الكلمات كيما لو دولار اللي هو الدولار لو ليون اللي هو الاسد لو فرونسي اللي هي اللغه الفرنسيه لالمون اللي هي الالمانيه لو جابون هي اليابان. وحنا راح نكملوا هنا عندنا لو روي دي زانيمو يعني شكون ملك الغابه هل هو لو دولار يعني الدولار هل هو الاسد هل هي الفرنسيه هل هي الالمانيه او اليابان هي هو لو ليون يعني الاسد او ملك الحيوانات. لو بيفير
يعني الورق الخضراء. وش هي الورق الخضراء؟ هي لو دولار، يعني الدولار. لو لا لونغ دواوست سي لالمو، يعني الألمانية. سي لالمو يعني الألمانية. لو بي دو سولي لوفون يعني بلد الشمس الناهضة أو بلد الشمس المشرقة. شكون البلد المتطور هنا؟ هو لو جابون. لو جابون يعني اليابان. لا لونغ دو مولييغ يعني لغة مولييغ هي لو فرونسي، يعني هي الفرنسية. لو فرونسي. نيميرو دو يعني رقم اثنين. غومبلاس لي مو سوليني يعني الكلمات المسطرة باغ لي سوبستيتو ليكسيكو يعني بالبدائل المعجمية التالية. عطانا كابيتال الجيريان يعني بلد جزائري او عاصمة جزائرية. لا استر دو لا نوي. لا تيغ دي فرعون. لا تيغ دي فرعون يعني ارض الفراعنة. لي روب نوار يعني لي روب نوار يعني الثياب السوداء. لو توا دو موند يعني سقف العالم. لا استر دو لا نوي، لا تيغ دي فرعون، لي روب نوار اي لو توا دو موند. هنا لاستر دو لاني معناها نجم الليل. عندنا الجي يعني الجزائر. اكوي اجوردي دي نوتريسيونيست فينو دو موند اونتي يعني الجزائر تستقبل سياح من العالم اجمع. عندنا واش هي الجزائر هذه؟ واش هي الجي؟ هي لا كابيتال الجيريان هي عاصمة الجزائر. أما الهيمالايا، الهيمالايا سو سيتو أون آزي يعني الهيمالايا تقع في آسيا. الهيمالايا هي نسميوها سقف العالم لأنها جبال. جبال يعني في الطول تاعها طويلة جدا، يعني نسميوها سقف العالم لو توا دو موند. ليجيبت يعني مصر. مصر est connue pour ses pyramides يعني مصر معروفة بأهرامها يعني الأهرام تاعها. واش نسميوها إذن؟ لا تيغ دي فرعون، نسميوها أرض الفراعنة. أما ليزافوكا اللي هي المحامين نسميوهم لي روب نواغ أو معروفين باسم الثياب السوداء. عندنا لي مسلمين يعني المسلمين. اوبسيرف لا لون بور ديبيتو لو جون دو موا ساكري يعني المسلمون يلاحظون القمر لكي يعرفوا يعني هل غدا رمضان او لا، لكي يعرفوا لو جون اللي هو الصوم. كون نحيو هذا لو شابو واش تولي لو جون يعني الشاب، يعني اللي كي يعرفوا يعني باش نعرفوا غدوه اسك راح نصوموا او لا. لاستر دو لا نوي نسميوه لاستر دو لا نوي يعني نجم الليل اذا شفنا القمر او اذا ما شفناش نجم الليل. ان جو كومبليت لو تيكس يعني نكمل النص ا بارتير دي مون سويفون يعني من الكلمات التاليه. الكلمه انا مش حتكفيني هنايا، الكلمه اصلا راهم بالترتيب يعني نكملوا غير نكتبوهم. هنايا اوبيزيتي، هنايا كونسيكونس. حنشرح الكلمات. اوبيزيتي يعني السمنه، كونسيكونس يعني الاسباب او الاعراض. مالادي دو كور يعني امراض القلب. بيرت دو لوسيديتي يعني فقدان الوعي. مال نوتريسيون يعني سوء التغذيه. نبداو لورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي كلاس يعني المنظمه العالميه للصحه نظمت لوبيزيتي يعني السمنه بانها دون لا كاتيجوري دي مالاد
الخطيرة et alerte sur ses conséquences وحذرت من أعراضها. Elle provoquerait différentes maladies physiques et psychologiques. يعني السمنة هذه ديرنا أمراض ممكن جسدية وممكن نفسية. جسدية ونفسية في نفس الوقت. Les maladies physiques يعني الأمراض الجسدية هي sont اولا هنا نحطوا مالادي دي كور يعني امراض القلب ديابيت كانسر سرطان عافانا الله واياكم كوليسترول بروبليم ريسبيراتوار يعني امراض تنفسيه مالادي دي سو يعني امراض العظام عندنا ديابيت اللي هو السكري لي مالادي بسيشيك سون يعني يا اما الامراض النفسيه هي Dépression et troubles mentaux. هنا عندنا ثاني في الفراغ نكتب perte de lucidité. يعني خلي أنا كي نقول روحي مثلا أنا سمينة راح تحكمني أمراض نفسية راح نضطرب نفسيا راح ما نعودش ناكل تولي عندي سوء تغذية أو ممكن حتى ناكل بزاف. Toutes les maladies citées sont la conséquence de la malnutrition. Ou de la malbouffe. يعني هذو أمراض اللي ذكرناهم كامل كانت الأعراض تاعها لوبيزيتي. لوبيزيتي يعني السمنة. Alimentation et santé يعني التغذية والصحة Organisation mondiale de la santé 2012 يعني منظمة الصحة العالمية سنة 2012. Écrit en t'aidant du dictionnaire يعني اكتب بمساعدة القاموس تقولي trouve le synonyme يعني جد مرادف كلمة plat اللي هو طبق et utilise-le dans une phrase personnelle ووظفه في جملة من إنشائك مثلا plat عنده مثلا قولوا assiette يعني طبق assiette يعني طبق ولا نقدروا ثاني نقولوا بلاتو اسيت يعني طبق بلاتو يعني نفس المعنى تاع بلا يعني طبق وظيفه في جمله من انشائك مثلا لو كوسكوس سي ان بلا الجيريان يعني الكسكس هو طبق جزائري لو كوسكوس اي ان بلا الجيريان Merci pour votre attention. Au revoir, mes amis.